قسم ضريبة الأراضي. فديفرنت داتا سكيمز ديفرنت مينينجز ديفرنت. في حد عنده واجه مشاكل ثانية؟ كاستمرز اللي بعت الداتا عن الشيبس اللي عندي على البروتوكول. هو مؤسسي روجينيل شركة سوفت وير. شركة سوفت وير على السوليوشن بيعمل مونترنج للبرودكشن لاين اللي عندنا. اها هلا اكتشفنا انه الكاستمرز نفس السنسرز نفس او نفس الداتا تايب بس بتكون مخزنه بالداتا بيس عندهم في اسماء مختلفه. يعني مرات بتكون عندك تايب الموديل الكورن تايب اسمه اس بي. اوكي تروح على كاستمر ثاني بتلاقيه نفس ميني بس بتخزنه بي اي. هلا السوليوشن نفسه بده يقرا من الداتا بيس. فلما راح يقرا من الداتا بيس يعمل مابينج صار في عنا مشكلة. فاضطرنا نعمل اشي زي مثل ما حكى جمال ادابتر انه اذا عندك اجاك الكورن هاد معناته صار عندنا هذا الطيب بدك تعمل المابينج. فبدكم برضه ادابتر يعني بتواجهكم مشاكل؟ كثير. اها الشؤون الاجتماعية في شي مشاكل؟ وزارة التعليم يعني في مثلا ممكن شغله اللي هي الموظف اللي عندنا في الداتا بيز بيستخدم اللي هو رقم الهويه. هلا شو اللي دري بيستخدموا له الرقم الوظيفي في شيء اسمه رقم الهوية. اها في حدا بيستعمل رقم الهويه كعشان اي دي للشخص وفي حدا بيستعمل رقم الموظف. هذا المشكله يعني فكيف بدك تعرف مرات انه هذا هو الموظف هو نفسه صاحب الهويه الفلانيه. اها طيب معناته يعني هيك نكون عرضنا مشكلة الداتا انتجريشن. والأجزاء الثانية هسه من المحاضرة بنحاول ندخل في أكثر من سوليوشن.